أعزائي متابعين صفحة يونسكو العراق، اليوم راح أخذكم بجولة بداخل جامع النوري. أنا معكم مؤمن العبيدي، مصور اليونسكو. الجامع يتم إعماره بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبتوجيه منظمة اليونسكو العالمية. كونوا معنا. حاليا هذه كرفانات الخاصة بحراس وأمن جامع النوري، وأيضا كرفانات تابعة للمهندسين المشرفين على البناء. هذه الساحة أو الباحة مخصصة لوقوف عجلات الموظفين والمهندسين. أيضا هذه البيوت اللي تابعة جامع النوري تقع داخل جامع النوري، أيضا داخل ضمن خطة الإعمار. هذه الباحة الخاصة بجامع النوري اللي تشمل الحرم، هذا الحرم والقبة، وهذه المئذنة، مئذنة جامع النوري، مئذنة الحدباء. الآن يتم رفع الأذان من داخل حرم جامع النوري، المؤذن عماد زكي محمد. حي على الصلاة.
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الآن معنا المهندس عمر طاقة راح يتكلم لنا عن تحديثات إعمار جامع النووي. السلام عليكم، أنا المهندس عمر طاقة أحد المهندسين العاملين في موقع المسجد النووي ومئذنة الحدباء. اليوم راح نكون معاكم بجولة بواحد من أهم وأقدم المواقع التراثية في مدينة الموصل، ألا وهو جامع النووي ومئذنته الحدباء. هذا الجامع الذي بني في عهد نور الدين زنكي عام 1172 ميلادية، أي أن عمره ما يقارب 850 عاما. بعد إكمال عمليات تحرير مدينة الموصل في عام 2017 أطلقت اليونسكو مبادرة أسمتها إحياء روح الموصل عن طريق إعادة إعمار معالمها التراثية والأثرية، وبدعم وجهود حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة، تم إطلاق مشروع إعادة إعمار جامع النور ومئذنته الحدباء وكنيستي الطاهرة والساعة. طبعا على الرغم من مرور 3 سنوات على إكمال عمليات تحرير مدينة الموصل، إلا أن منظمة اليونسكو ودولة الإمارات العربية المتحدة لم تستلم الموقع سوى في شهر شباط من عام 2019. باشرنا بعد هذا التاريخ مباشرة بالمرحلة الأولى من المشروع، والذي تضمن تهيئة الموقع للعمل وتنظيفه، حيث باشرنا بعمل سياج حول الموقع لحمايته ولتحديد حدود الموقع. بالإضافة إلى ذلك قمنا بنصب كاميرات مراقبة لتأمين الموقع تعمل على مدار 24 ساعة في الأسبوع. بعد ذلك قمنا بإنشاء مخزن مؤقت لحفظ وخزن وتوثيق الحجر الأثري العائد لكل من المسجد والمنارة والذي كان متناثراً حولهما لإعادة استعماله فيما بعد عند إعادة إعمار المسجد والمئذنة. ثم قمنا بعد ذلك بخطوة مهمة، ألا وهي رفع الأنقاض وإزالة المخلفات الحربية التي كانت منتشرة نتيجة التفجير حول كل من محيطي مسجد النوري ومئذنته الحدباء. طبعاً بالتنسيق هذا العمل تم بالتنسيق مع كل من الجهد الهندسي للجيش العراقي وبالتعاون مع شركة أمنية مسؤولة مختصة برفع الأنقاض وإزالتها ورفع المخلفات الحربية. بعد النجاح في هذا الشيء والحمد لله قمنا بمرحلة مهمة من الخطوة مهمة من المرحلة الأولى، ألا وهي تدعيم وتسنيد الأجزاء المتبقية لكل من المسجد والمئذنة. طبعا التدعيم تم بشكل كامل بالخشب، باستعمال الخشب استعملنا ما يقارب 80 طنا من الخشب، 80 طن من الخشب استعملناه. فيما يخص المسجد فقد استعملنا، لو تلاحظون معي الآن، قمنا بتدعيم قبة المسجد بأحمدة خشبية بارتفاع حوالي 10 متر، كما قمنا أيضا بتدعيم الجدار الجنوبي للمسجد الذي كان في حالة حرجة. بالإضافة إلى ذلك قمنا بتدعيم أقواس وأعمدة المسجد الأصلية. هذا فيما يخص المسجد. أما فيما يخص المنارة هذه المنارة تتفرد بميزة عن باقي منارات العالم باحتوائها على مسارين للصعود والنزول من وإلى المنارة، طبعا مسارين منعزلين منفصلين. قمنا بتنظيف هذين المسارين من الأنقاض التي كانت منتشرة داخلهما، ونجحنا بفتح هذين المسارين صعودا إلى سطح المنارة. قمنا بتقوية وتدعيم هذه الدرج، وإضافة إلى تدعيم باقي الأجزاء المتضررة من المنارة. وبإكمال عملية التدعيم أكملنا بذلك المرحلة الأولى من العمل، ونحن الآن بصدد مباشرة بالمرحلة الثانية والتي تتضمن توثيق المنازل الموجودة داخل الموقع والتي تم إدخالها كتوسعة للموقع. ثم بعد ذلك سنقوم بعملية التحريات الجيوفيزيائية لقاعدة المنارة لمعرفة الضرر الحاصل في أساسات المنارة. ثم سنقوم بعد ذلك
بإعداد تصاميم النهائية والتي ستكون عبارة عن مسابقة معمارية عالمية ستطلقها اليونسكو لاختيار التصميم المناسب، وبذلك سننتهي من المرحلة الثانية وندخل المرحلة النهائية وهي مرحلة إعادة الإعمار الفعلي والبناء الفعلي للمسجد والمئذنة. طبعاً نحب ننوه طبعاً العمل بشكل كامل سواء للشركات أو العاملين تم بجهد وبجهد مصلاوي 100%. أغلب الشركات العاملة هي شركات مصلاوية. طبعاً من ضمن أنشطة اليونسكو أيضاً هي عقد اجتماعات دورية للجنة فنية المشرفة على اتخاذ القرارات فيما يخص إعادة إعمار هذين الصرحين الحضاريين. طبعاً اللجنة الفنية تحتوي على أخصائيين اختصاصيين في الهندسة والآثار من جامعة الموصل، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على ممثلين من وزارة الثقافة العراقية وممثلين من ديوان الوقف السني، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. أما فيما يخص المجتمع المدني فمن أهم أهداف هذا المشروع هو خلق فرص للشباب الموصلي. طبعا وظفنا إلى الآن ما يقارب 300 عامل في هذا المشروع، وإن شاء الله نحن في ظل توظيف عمال إضافيين في كل ما نستمر في العمل سنوظف موظفين إضافيين. وأيضا هناك مبادرة ستنطلق قريبا بين منظمة اليونسكو ومنظمة إكرم الشارقة، تستهدف الحرفيين من نجارين وحدادين وبنائين بالإضافة إلى أيدي عاملة وطلاب من جامعة الموصل. تستهدف هذه المبادرة تدريبهم وتعليمهم كيفية صيانة المواقع التراثية والأثرية والحفاظ عليها بشكل آمن. الآن سأترك الكلام لزميلي عبد الرحمن أن الحجار من دائرة آثار نينوى. عبد الرحمن عماد من مفتشي آثار وتراث نينوى. في بداية الأمر أود أن أستهل هذا الحدث بتقديم الشكر والتقدير لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذا المشروع الضخم بالتعاون مع ديوان الوقف السني وإشراف وزارة الثقافة والسياحة والآثار وعلى رأسها الدكتور حسن ناظم والأستاذ سليم والأستاذ علي. تم بدء العمل على إزالة الأنقاض حول قاعدة ميدان الحدباء وعزل الطابوق الأثري وخزنه بشكل مؤقت في حديقة الجامع، حيث تم في المرحلة الأولى تنظيف قطع الطابوق وفرزها بشكل مبدئي على أساس الحجم، ومن ثم تم البدء العمل في المصلى حيث تم رفع قطع الفرش من الأعمدة والمحاريب وترتيبها بشكل نظامي ضمن جدول وأرقام ليتم إعادة استخدامها عند إعادة البناء المستقبلي. تم عزل القطع المهمة داخل المخزن المؤقت الذي تم إنشاؤه ضمن ترتيب علمي، حيث تم رفع المحراب والمنبر الرئيسي للجامع الأصلي ليتم إعادة ترميمه واستخدامه في المبنى الجديد الذي سيتم إعادة بنائه، بالإضافة إلى المحاريب الثانوية التي كانت يمين ويسار المحراب الرئيسي تم تجميع قطعها الأصلية وترتيبها بالأرقام ليتم إعادة بنائها من جديد. بالنسبة للطابوق الأثري تم عزل وفرز الطابوق بعد تنظيفه ليتم إعادة استخدامه في بناء المنارة من جديد. وكما هو معلوم أن المنارة الحدباء كانت تتكون من 7 أنطقة، كل نطاق يحمل نموذج وطراز عماري فريد يمثل أصالة وثقافة مدينة الموصل. تم جمع الأفاريز والأنطقة على حسب ترتيبها ليتم إعادة بنائها من جديد وإعادة الاستعاضة بالأجزاء المفقودة بأجزاء جديدة. لم يتم إلى الآن تحديد موقف هذه القطعة المفقودة، هل سيتم إعادة بنائها كما كانت أم استعاضة عنها بقطع جديدة. يلاحظ هنا النقوش التي كانت تزين بدن الميدنة، هنالك 7 أنطقة كما ذكرنا، كل نطاق يحمل بين طياته تراث هذه المدينة وأصالة حضارتها. يعتبر هذا الطابوق
عمره ما يقارب 850 عام. هناك دراسات وبحوث لإعادة ترميمه وكذلك الاستعاضة عنه بأجزاء المفقودة فقط عند استحصال القرار النهائي هل ستبنى المنارة في موقعها الأصلي أم موقع جديد، وهذا ما ستحدده دائرة آثار وتراث ما زالت هنالك قطعة واحدة فقط ما زالت قائمة من البدن الأصلي للمنارة الحدباء، تم الحفاظ عليها بشكلها الأصلي. هنالك فكرة إما سيعاد استخدامها في بناء المنارة الحدباء أم ستنقل إلى متحف الموصل كآخر شاهد من بدن المنارة الذي حافظ على شكله الأصلي. هناك بحوث ودراسات حول إمكانية إعادة إعمار المدرسة النورية التي كانت قرب المنارة الحدباء، وهناك فكرة أخرى لإعادة ترميم المقبرة التي كانت مجاورة للمنارة الحدباء. ما زالت البحوث والدراسات هل سيتم إعادة بنائها بشكلها الأصلي حيث كانت تحتوي على ثلاثة غرف وكذلك الدرج الداخلي، يعني المنارة الحدباء تتكون من درجين يتم الصعود منهما إلى الشرفة العليا. أنتقل القرار النهائي بخصوص المنارة الحدباء من قبل وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار، هل سيتم إعادة بنائها بشكلها الأصلي أم وموقعها الأصلي أم سيتم الاستعاضة عنها في الموقع البديل؟ أنتقل بالحديث إلى الأستاذ ماهر من ديوان الوقف السني. مشروع مبادرة إعادة بناء وترميم روح الموصل الذي يعتبر وهو جامع النور الكبير الذي يعتبر رمز وحضارة وتاريخ وتراث وهوية مدينة الموصل. الحقيقة هناك ثلاث جهات رئيسية تعمل في هذا المشروع. الجهة الرئيسية الأولى وهي دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة الممولة ومنظمة اليونسكو العالمية والتي تعتبر الجهة المنفذة، وديوان الوقف السني باعتباره الجهة المالكة والمستفيدة من المشروع. طبعا احنا نيابة عن رئيس ديوان الوقف السني ونيابة عن اهالي الموصل وبالاصالة عن نفسي نتقدم بالشكر والعرفان لدولة الامارات العربية المتحدة حكومة وشعبا وخاصة سمو الامير محمد بن زايد ال نهيان وكذلك معالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة الاماراتية الدكتورة نورة الكعبي وتواصلهم ودعمهم المتواصل للعمل في الجامع والذي يكاد يكون يوميا، تواصلهم مع منظمة اليونسكو العالمية وكذلك احنا اليوم صار لنا سنة اكثر من سنة من بدينا بالمشروع. الحقيقة املنا المشروع بالكامل، رفعنا ما يقارب 5600 طن من الانقاض اضافة الى تنظيف الموقع من العبوات الناسفة والالغام والقنابل الغير منفلقة، ويعتبر أكثر من 20 قطعة في محيط الجامع بالكامل. إضافة إلى أنه منظمة اليونسكو العالمية لديها جدول مبرمج للعمل، والحمد لله والشكر المنظمة ماشية حسب الجدول وتجاوزنا كل المصاعب والمعرقلات التي واجهتنا في البداية ولحد الآن الحمد لله. إضافة إلى الدعم المتواصل من الحكومة المحلية في محافظة نينوى المتمثلة بسيادة المحافظ نينوى وسيادة القائم مقام وكذلك سيادة قائد الشرطة وقائد العمليات وكافة الدوائر الخدمية المعنية بهذا، كما ونثمن جهود منظمة اليونسكو بدءا من السيد باولو مدير مكتب العراق إلى الست ماريا إلى السيد راكان وإلى الكادر الهندسي الموجود في موقع العمل وكذلك العاملين، حيث أن الأيدي العاملة جميعها من مدينة الموصل وحصريا من المنطقة القديمة المتضررة، إضافة إلى وجود فريق متكامل متخصص معنا من جهة أثار نينوى الذين يقومون بعزل الحجر الأثري عن الكونكريت. والحمد لله والشكر احنا ماشيين بالعمل وحسب التوقيت المرسوم لنا. بالنسبة للمنارة يعني مثل ما جنابكم تلاحظون
كان من الصعب جدا الوصول اليها، حيث اخذ من عندنا وقت وجهد وخطورة ايضا بالعمل، وقمنا بتأمينها بالكامل حتى يتسنى العمل في داخلها مستقبلا، وحافظنا على عليها وعلى ما تبقى منها. الحمد لله والشكر، احنا عملنا ماشي مع المنظمة ومع دعم دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة، وان شاء الله نكمل المراحل البقية ان شاء الله على التوقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.